صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2023. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2023. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد محمد صبح مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية حيث سيتم استقبالهم اعتبارا من يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يونيو 2023 للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي تجنيد دوت مود دوت جوف دوت إي جي ومن خلال رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15-499